كان في مشروع غنى وحصل ونزلت كام اغنيه. انا اللي اعرفه ان الغنى ده ما جاش بعد التمثيل. انا اللي اعرفه ان الغنى ده قبل التمثيل. بصوا قبل التمثيل وقبل التصوير. ايوه يعني الغنى ده الاساس من وانا طفل، وانا صغير كنت بغني لحد الجامعه، لحد ما خلصت جامعه كمان وقعدت اغني شويه وكل ده وانا بغني بروفيشنال. يعني انا بغني كمحترف، مش بغني لاصحابي. كان في بند وكان في بند وعندي فرقه وفي الجامعه وخرجنا من الجامعه عملنا فرقه ايامنا الحلوه، وكنت انا من مؤسسينها اول ناس فيها. لما خرجنا من الجامعه كان عندنا فرقه الجامعه وقلنا هنخرج مش هنغني ومش هنتقابل، لا تعالوا نعمل فرقه. المايسترو محمد عثمان طبعا قال طب ما تيجوا نعمل فرقه ونتجمع تاني ونغني، وعملنا الفرقه وابتدت الفرقه ربنا يكرمها. هي دلوقتي فرقه مهمه جدا ايامنا الحلوه، بتقدم فن حلو قوي وبتقدم حاجات بتاعتنا يعني. وغني بقى في الافراح وغني في الحاجات وكل ده كان موجود. ايه اللي حصل؟ خطفك في التصوير ولا لقيتها ما مشيتش فقلت لا اجرب حاجه ثانيه؟ هي مش مشيتش، هو انا دايما او يمكن كان طموحي اكبر من امكانياتي ساعتها، او يمكن انا كنت مصدق في نفسي بزياده فاتصدمت فقلت بلاش. والتصوير جه في الاول جنب الغنى مع بعض. والتصوير برضو ما كانش موجود في الحسبان. انا كنت داخل اتجوز ومش لاقي اكل، يعني مش لاقي اتجوز، مش اعمل حاجه، ما عنديش حاجه خالص، مفيش جنيه في الموضوع. فقلت ده جنب ده، يعني اشتغل هنا واشتغل هنا واشتغل هنا، اي حاجه عشان بس ايه اعرف افتح البيت واعرف اخد البنت اللي انا بحبها بقى لها 4 سنين ومش عارف اتجوزها وحاجات كده. فالدنيا كانت في الاول اكل. جوزت بدري جدا. جوزت بدري، ما اعرفش ايه اللي خلاني ما اكملش في الغنى. ومضيت عقد ساعتها كان مضايقني جدا وما كنتش عارف اعمل حاجه، قلت بلاش خالص. وبعدين جم صحابي شويه قالوا لي طب غني معانا في فرقنا، فبقيت بغني كورال شويه. اشتغلت كورال مع ناس كتير. اللي خلاني اغني معاه شويه الاول كان فتره هو منور قوي عامل اغاني مهمه، اشتغلت معاه كورال شويه عشان يبقى في مصدر رزق. بس اسمه احمد العطار. احمد العطار. اول حد قال لي طب تعالى اغني معايا في فرقتي، قلت له حاضر. فبقيت اغني معاه في الكورال بتاع فرقته، وبعدين اروح اصور شويه، وبعد كده ابتدى موضوع الكورال. اتعرف على الفرق اللي بتشتغل هنا مع النجوم، فتعرفت على استاذ وجدي جورج وفرقته طبعا. ابتديت اشتغل معاهم بقى شويه، ومع كذا اسم بقى، يعني احمد العطار، وبعد كده كان شاهيناز، وبعد كده نيكول سابا وحسام حبيب. بس انت بتميل للون الشعبي يعني. هو مش بميل، هو صوتي كده يعني، خلقت ربنا. هو مش حد بيميل. لا انت حتى الحاجات اللي بتسمعها بتحب تسمع حاجات شعبي اكتر. ما عشان قريبه مني، عشان تربيتي كمان. انا راجل اتولدت في منطقه شعبيه وتربيت في منطقه شعبيه، ولحد دلوقتي اهلي عايشين في منطقه شعبيه، كل اصحابي ناس شعبيين، وانا راجل شعبي هسمع ايه يعني؟ اكيد مش هسمع بخ يعني. تمام. فطبيعي يا اخي، هي تربيتك كده ونشأتك كده وخلاص، انت كبرت على ده. ايه الاصوات اللي كنت بتحب تسمعها؟ اللي اتربيت عليها. كنت بحب حسن الاسمر جدا الله يرحمه. طب من الاصوات الشعبيه اللي موجوده على الساحه دلوقتي؟ من الاصوات الشعبيه دلوقتي، لا في ناس كتير. في رضا البحراوي طبعا، انا بعشقه طبعا. انا بعشق رضا البحراوي، بعشق صوته. وفي دياب، وفي محمود الليسي، ودلوقتي انا في اصوات جامده جدا شعبي طبعا كتير. بغض النظر عن الحاجات اللي ما فيهاش غنى، والتصوير ابتدى يبقى عايز وقتي كله. ابتديت بقى يبقى عندك اسمك في الحته دي، وابتديت ابقى بشتغل كمان لاسامي كبيره كمصور. فبعد ما اشتغلت لاسامي كبيره كمصور بقيت مش عارف اوازن بقى، يعني مش عارف اوازن. فقلت خلاص بقى كفايه كده غنى خالص، وانا هصور بس. وبعدين صورت بقى كملت.